أفضل 10 قصص أطفال ننصحك بها. القصة الأولى: أضعت أختي. تدور أحداث هذه القصة حول أخ وأختي يلعبان لعبة الاختباء والبحث يسمى بالغميضة. وأثناء محاولة العثور على المكان الذي تختبئ فيه أخته، يستكشف الطفل كل ركن من أركان المنزل. إنها طريقة رائعة لتعليم الأطفال المفردات اليومية من الأشياء المستخدمة في جو أنحاء المنزل. القصة الثانية: سط أحمر. تتحدث القصة عن الخطوط الحمراء التي يجب أن يعرفها الطفل لكي لا يتجاوزها الآخرون معه. القصة الثالثة: لي بدل البيت بيتا. يتحدث الكاتب عن قصة زوجين فضل الطلاق ليعيش ابنهما حياة هادئة خالية من المشاكل. هذه القصة تساعد الأهل على شرح حالة الانفصال لطفلهم. القصة الرابعة: كل شيء عن الطقس. وكتاب علمي تجد فيه كل شيء ترغب في معرفته عن الطقس وماذا يحدث داخل سحب العاصفة وسبق حدوث البائق ولماذا تحدث حرائق الغابات وأكثر من ذلك بكثير. سلسلة قصص عن الحروف الأبجدية. تعلم الطفل الحروف الأبجدية عن طريق كلمات وجمل مقروءة ومسموعة وصور تعبيرية. سادسا: تمام التمام. هي قصة فكاهية تحبب الأطفال وتشجعهم على تناول كل أنواع الطعام بتوازن وشرب الماء بكثرة من أجل صحته. سابعا: مسرور أبو القشور. تتحدث القصة عن هواية العم مسرور الغريبة جدا، يعتقد أنه سيكون متميزا عن الآخرين. قصة طريفة تساعد الأطفال على فهم معنى التميز. ثامنا: شنشن يحتاج إلى شحن. قصة تقارن بين عالم الألعاب الإلكترونية واللعب على أرض الواقع لتشجع الأطفال على الابتعاد عن الشاشات النوحية. تاسعا: سيد الكل. تقدم هذه القصة مثالا رائعا عن العزيمة. هي قصة فتاة شجاعة تحملت مسؤولية أسرتها وأصبحت أول بحارة في غزة. عاشرا: يعيش معنا أبطال. تقدم القصة مفهوما جديدا لمعنى البطولة والقوة الخارقة. إذا ساعد طفلك على جعل القراءة محطة ثابتة من محطاته اليومية، فالقراءة هي المصدر الأساسي لتعلم وتحسين اللغة. نأمل أن تستمتعي مع طفلك بقراءة هذه الكتب التي اخترناها. شكراً.